انا والدكتور في تخصصات كتير تنفع لكل الناس، الصغير والكبير، الغني والفقير. تابع معانا واسال استشير ربك، ده هو الشافي ربك ده الكبير. هواء جديد لانا والدكتور، فاهلا بكم. النهارده مشاهدينا الكرام معاكم على مدار الساعه، نستقبل كل اتصالاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. بنتكلم النهارده عن موضوع اخسر وزنك تكسب صحتك مع دكتور احمد سفينه، استشاري ومدرس جراحات المناظير والسمنه بكليه طب القصر العيني ومستشفيات جنه للجراحات، اللي برحب بيه. اهلا بيك دكتور احمد. دكتور احمد، النهارده بنتكلم عن موضوع السمنه ويمكن عن جراحات السمنه. المنتشر او المشاع يقول لك بلاش عمليات، خلينا الاول نعمل دايت وبعدين نلعب شويه رياضه ونجري وناخد شويه اعشاب، نروح نشفط دهون. المهم انا مش عاوز اخش اوضه العمليات لان انا مش عارف لو دخلت هطلع زي ما كنت ولا لا. ده يعني كمقدمه ممكن يدور في ذهن بعض الناس الكلام ده. خلينا نبدا معاك الاول، بما احنا بنتكلم عن اخسر وزنك تكسب صحتك، السمنه، اضرار السمنه ايه يعني كمقدمه، وبعد كده ان شاء الله مشاهدينا الكرام معانا في حلقتنا النهارده تجارب كتيره قوي عن عمليه تكميم المعده، وده موضوع حلقتنا النهارده، تكميم المعده في سطور مع دكتور احمد سفينه. ان شاء الله النهارده الحلقه هتخرجوا منها بمعلومه مهمه وعمليه، مش بس علميه، هتطلعوا معانا بمعلومه عمليه عن تكميم المعده. دكتور احمد، السمنه في نظرك دلوقتي في 2017؟ طبعا اول بس نعرف ايه هي السمنه. يعني السمنه طبعا هي زياده في وزن الجسم او زياده في تراكم الدهون جوه الجسم. ببساطه يعني عشان نقول الانسان ده سمين او مش سمين، نعرف الاول ايه هو الوزن المثالي. لو احنا قلنا مثلا هنقول مثلا الوزن في البسط على مربع الطول في المقام بالمتر، يعني مثلا لو حد وزنه 100 هنقول ال 100 في البسط، وحد طوله 170، 170 بالمتر هتبقى 1.7، في 1.7 مثلا هيطلع لنا اكزامبل، مثلا لو هو وزن مثالي هيبقى من 20 ل 25. طيب لو اقل من 20 ده هي ده الانسان ده نقول عليه نحيف او يعني مش وزن مثالي. فاللي هو وزنه من 20 ل 25 ده هو المفروض ده الوزن المثالي، المفروض هو يثبت عليه ويثبت عليه، لان هو ده الوزن الصحي اللي هو بتقل معاه الامراض المزمنه. لو احنا مثلا قلنا لو انت البادي ماس اندكس او معدل كتله الجسم من 25 ل 30، يبقى انت عندك زياده في وزن الجسم او اوفر ويت، فانت مضطر ان انت لازم تعمل نظام غذائي، لازم تمارس رياضه، لازم تحرق، يتقلل السعرات الحراريه اللي انت بتاخدها في الاكل اللي انت بتاكله، لازم تشوف حل ان انت تنزل الوزن المثالي تاني. لو احنا هنطلع فوق ال 30 يبقى احنا دخلنا مراحل السمنه، وهي درجات. اول درجه من 30 ل 35 دي بدايه السمنه، وبعد كده من 35 ل 40 دي اللي هي الدرجه الثانيه من السمنه، اللي هي لو هي مرتبطه بمرض مزمن زي ضغط او سكر او زياده في الكوليسترول او تكيس على المبايض او مصابه في التنفس او حمل على المفاصل، فانت هنا انت مريض سمنه مفرطه. لو انت انسان طبيعي وما عندكش اي امراض وزنك فوق معدل كتله الجسم فوق ال 40، يبقى انت هنا مريض سمنه مفرطه. يعني هو دي الاول، هو ده تعريف السمنه. طبعا الحاجات اللي هي مرتبطه بيها الحاجات المزمنه، يعني انت وزنك زياده، يبقى اول حاجه هتاثر عندك الترنك او المفاصل، فتبدا المفاصل تتعب مع العمر او مع السن في الطلوع والنزول في النفس بالظبط. الدهون بتتراكم في جدار الاوعيه الدمويه فيحصل تصلب في الشرايين، ومن ثم بيجي الضغط وامراض القلب والسكر. طبعا البنكرياس مش قادر يستحمل ان هو يغذي كل الكتله دي من الدهون، فبيبدا يظهر اللي هو السكر من النوع الثاني. تمام يا دكتور. حضرتك طب هل يا دكتور في مريض ممكن يكون معدل كتله وزنه او جسمه بتساوي مثلا 40 او فوق ال 40، اللي هو اللي هو سمنه مفرطه، وما يكونش مصاحب ليه امراض مزمنه؟ في حد ممكن يكون ما عندوش؟ بس هيجيله. يعني مع تقدم السن والعمر البنكرياس مش هيستحمل ان هو يغذي او يفرز انسولين يكفي كل كتله الجسم دي. المفاصل مش هتقدر مع مرور السن والعمر ان هي تشيل الحمل ده كله. القلب نفسه هيحصل تصلب في الشرايين من كتر الدهون اللي موجوده جوه الدم، فهيبدا اللي هو الريزيستنس او مقاومه او انبساط الاوعيه الشرايين ان هي والاورده ان هي تنبسط مع ضخ القلب انها تقل، فمن ثم هيجي له ضغط ومن ثم امراض قلب وكده. طيب يا دكتور، الانسان اللي عنده فوق ال 40 ده اللي هو معدل كتله الجسم فوق ال 40، يعني سنه مفرطه اللي هي الاوزان فوق ال 200 تقريبا؟ لا مش فوق ال 200، حسب طولك. ما احنا قلنا هنحط الوزن يعني على حسب المعادله. هي معادله بتتحط، هنحط هي طبعا المعادله دي ابروفد في الوزن على مربع طول بالمتر. بالظبط، هنحطها ونشوف انت في انهي كاتيجوري. طيب ونبدا تحكم. طيب امتى انا اخد قرار ان انا هعمل عمليه تكميم؟ وقبل ما اتكلم عن التكميم بقى ونقعد يعني نحسن فيها ونقول مزاياها، العالم اصلا شايف التكميم فين دلوقتي؟
هو طبعا دلوقتي العالم هو معترف بعمليتين بس مش اكتر في جراحات السمنه، هي عمليه تكميم المعده وعمليه تحويل مسار. تمام. يعني هي بوبولر او منتشره في كل انحاء العالم، بس هي ليها دواعي، مش اي عيان جاي للعياده يعني وانا بحب التكميم فهعمل لكل العيانين جايين تكميم، لا، في ناس بتنفع لها التكميم وفي ناس ما تنفعلهاش تكميم. لازم طيب. اكون امين مع المريض اللي بيجي لي وافهمه، لان هو في ناس مثقفه عارفه بس في الجزء الاكبر ما بيكونش عارف، فانت لازم تفهمه ايه هي التكميم، مين اللي انت تنفع لك ما تنفعلكش، التحويل اللي تنفع لك ما تنفعلكش كده. طب يا دكتور، انا جيت دلوقتي عندي زياده مفرطه في الوزن وخلاص، يعني قررت ان انا عاوز اتخلص منه جراحيا. تمام. عملت رجيم، ما نزلتش، حاسس ان انا عندي شراهه للاكل، مش قادر استحمل ان انا ابعد عن الاكل، ما بتحركش كتير لان طبيعه شغلي مثلا ان انا قاعد مكاني، عملت رياضه بنهج على طول، ما بقدرش امشي خطوتين، طبعا حياتي متوقفه لان ما بقدرش اطلع سلم ولا انزل، بمعنى اصح خلاص انا ما بقتش قادر اتعايش مع حياتي بالمنظر ده. فقررت، شفت دكتور احمد سفينه في حلقه، فقلت خلاص ما انا اروح اعمل عمليه تكميم المعده. اولا، هل طالما انا اقتنعت بالعمليه المفروض حضرتك ترشحها لي او انا ارشحها ان انا اعملها؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، في الجلسه الوديه او جلسه في العياده لما باجي لك وانا عندي زياده وزن مفرطه، ايه المفروض الاسئله بتسالها لي عشان انا ارد عليك وبناء عليها تقييميا بعد مثلا جلسه مدتها حضرتك هتقولين عليها تقول لي في النهايه انت ينفعك التكميم؟ اول حاجه هسالك، انت عملت يعني عملت نظام غذائي قد ايه؟ هل انت كملت سنه ولا ما كملتش سنه؟ هل انت كنت فعلا عندك اراده في النظام الغذائي ولا انت مش قادر؟ هل انت مثلا من النوع اللي هو بياكل اي حاجه بالك ايتر، بياكل شره في الاكل، عنده نهب للاكل ولا ما عندوش نهب في الاكل؟ هل انت بتحب تاكل حلويات كتير اكتر ولا بتحب تاكل يعني تملى بطنك تاكل كتير قوي؟ تاني حاجه، هل انت عندك ارتجاع في المريء او ما فيش ارتجاع في المريء او التهاب في المعده؟ لو التلات حاجات دول، لو انت من النوع اللي هو جرب دايت اكتر من سنه وما نفعش، وانت خلاص قررت ان انت مش هينفع معاك نظام غذائي عشان انت شري او نايف في الاكل وما عندكش ارتجاع في المعده ولا المريء، وزنك مش اوفر ويت قوي، فلا، ان نعمل تكميم معده في الحالات دي. طب خلينا يا دكتور نشوف بعض الحالات بقى اللي عملت تكميم ونسمع منهم، نسال مجرب وما نسالش طبيب. تعالى نروح مع بعض لسلمى معانا. اهلا بيك يا سلمى. سلمى سامعانا؟ الو، ايوه سامع حضرتك. ازيك يا سلمى، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، انا زي الفل. نقدر نقول بقى مبروك انك استعدت صحتك ولا ايه؟ الحمد لله، طبعا الحمد لله. شفت فلوس طبعا دي؟ رجع للدكتور احمد. طيب خلينا نحكي التجربه من الاول يا سلمى، انت ازاي قررتي او خدتي قرار ان انت تعملي عمليه تكميم، وازاي دكتور احمد ساعدك في هذا الموضوع؟ احكي لنا كده الموضوع وكواليس اللي المفروض المشاهد يعرفها علشان يقدر ياخد قرار انه يعمل عمليه تكميم ولا لا. تمام. طبعا انا وزني زايد من وانا صغيره، وعملت كل انواع الريجيمات اللي تتعمل في الدنيا، يعني دايت كيميائي بعمل، ببطل اكل شويه، بعمل دايت وببطل وبخس وبرجع كله تاني، بعمل رياضه وابطل اتخن تاني، اروح للدكتور مش عارفه ايه، خدي دواء ايه اخده، يعني عملت كتير بصراحه. وكنت بقى بقرا على النت الناس اللي بتكتب عن التكميم والحاجات دي، طبعا في ناس بتقول لك دي خطر، فكان كنت بين مرين اعملها ولا لا، طب اروح ولا لا، طب قلت اكل. فبصراحة رحت للدكتور أحمد وطلب مني بعض التحاليل، وقعدنا مع بعض واتكلمنا، وسألني بتحبي إيه؟ بتاكلي إيه؟ الكلام دوت، سألني ليكي في الحلويات؟ الحمد لله أنا كانت ليا فيها دونا. الدكتور قال لي طب، كنت خايفة بصراحة. حاجة والموضوع هيكون سهل. لكن بتتحرك بس بالتليفون، بتتحرك شويه يمين عشان خاطر او شمال عشان خاطر الشبكه بتقطع من عندك. حضرتك سامعني؟ اه كده سامعينك، اتفضل. سامعينك يا سلمى، اتفضل. طمني بصراحه، قلت له يا دكتور انا عايزه اعملها بس خايفه، ايه اللي هتناسب وكده؟ قال لي التكميم في حاجتك هتكون كويسه جدا. ممتاز. طبعا الوزن كان كتير جدا. الدكتور اما رحت بقى عشان اعمل العمليه، يعني كل المخاوف اللي انا كنت خايفاها طلعت حاجه بسيطه الحمد لله بالنسبه للعمليه. يعني بعد ما فقت من العمليه قلت يا ريتني عملتها بدل الهجمات كلها. كان وزنك قد ايه يا سلمى؟ قبل ولا بعد؟ لا قبل طبعا، خلينا في القبل. قبل كام؟ 18. معانا يا سلمى؟ الو يا سلمى، انت بتروحي مننا فين؟
انا موجود اهو، انت سامعني؟ انا كده سامعك. بقول لك قبل العمليه كان 130. ممتاز، يعني ده كان ده اوفر جدا. لا بقى ما تقولش كده، ما تحرجنيش. خلاص بقى، خلاص بقينا بقى دلوقتي في خلاص بقينا في منطقه الامان بقى خلاص. ده كان زمان وجبر. الحمد لله انا كده نزلت حوالي 30 كيلو. ما شاء الله، تمام. انا بقى لي 3 شهور بس الحمد لله يعني. ممتاز. واحكي لنا بقى يعني بعد العمليه حسيتي بايه؟ هل زي ما الناس بتقول مش هتقدر تاكل بعد كده اي حاجه؟ هي نفسها يوم ما فقت، يوم العمليه نفسها. أيوه. يوم ما فقت من البنج قلت ايه ده يا جماعه، انا كان مضحوك عليا، انا الناس كلها كانت عماله تقول لي العمليه خطر والعمليه صعبه وبتاع، ثم الموضوع طلع سهل اهو. ممتاز. طبعا خدت اول يومين بس الجروح بسيطه جدا يعني، كاد يكون مش موجوده. الحمد لله دكتور احمد يعني عاملها تجميل، فكاد تكون مش موجوده اصلا. ممتاز. بدأت بقى اللي هو واحدة واحدة، طبعا بمشي على النظام اللي الدكتور بيقول لي عليه. واحدة واحدة خلاص بتبدأ ترجع تاني. ايه هو النظام؟ كنت خايفة. نعم؟ النظام كان ايه طيب؟ ايه هو النظام؟ انت مشيت بس الدكتور كان قايل ان احنا نشرب سوائل، سوائل شفافة طبعا، ده أول 10 أيام، ممكن شربة منزوعة الدسم وكده أول 10 أيام برضو. بعد كده بدأنا بقى نخش الحاجات الأتقل شوية، ناخد زيلي، ناخد كسر، ناخد مهلبية. بدأنا بقى نخش في الحاجات اللي هي الخفيفة واحدة واحدة، فالحمد لله الموضوع كان بتحسن. الأول كان كنت بلاقي ناس تقعد تقول ده أنا إيه تعبني وإيه تعبني، بصراحة أنا ما لقيتش كده الحمد لله يعني، ده بفضل ربنا الحمد لله الأول، وبعد كده دكتور أحمد طبعا ربنا يبارك فيك. هو ربنا بجد، ربنا بجد بعتهولي والله نعمة من عند ربنا. طب انت دلوقتي ايه، حاسه انك محرومه من حاجه قبل لا وبعد؟ لا انا بقول لك انا باكل كل حاجه. طيب بتاكل كل حاجه بس لازم بعدها كلمه ولكن، ايه بقى ولكن؟ ولكن بكميات، انت بتاكل بتحس ان انت شبعت خلاص. انت عايز اكتر حاجه من ان انت شبعت؟ الاول انا كنت شبعانه، مهما باكل بحس شبعانه. يعني الاول كان ممكن مثلا يبقى في طبق بطاطس انت صعبان عليك انت هتسيبه. دلوقتي لا، خلاص دلوقتي ما يصعبش عليك يا غالي، بقى تاخدي اللي انت عاوزاه وخلاص. ممتاز يا سلمى. طيب تنصحي اي حد بيتفرج علينا وفعلا تعب زي ما انت بتقولي كده ولف بقى وعمل الدايت وعمل الرياضه، ويعني هو ما بقاش قدامه حل غير ان هو يعني خلاص هي غرفه العمليات، تقولي له ايه؟ اقول له يعني ما يستناش اكتر من كده. بجد والله ما يستناش. واحده من الناس انا مقرره ان شاء الله عيد ميلادي اللي جاي هيكون طبعا تميت سنة على العملية، أنا عن نفسي قلت أنا أعمل فوتو سيشن لنفسي وأنا واحدة جديدة وأنا شخصية جديدة. ممتاز. أول سنة في حياتي هكون بني آدمة مختلفة. أكتر حاجة كسبتيها إيه بعد العملية يا سلمى؟ كسبت نفسي، وكسبت إن أنا بقيت بعرف أنزل شغلي، بعرف أتحرك. أقل مشوار أنا كنت بتعب منه، السلم ده أنا لو كنت نزلت مرة ما كنتش أقدر أطلع تاني أبداً. بصراحة يعني. حضرتك عندك أولاد؟ لا لا أنا لسه ما اتجوزتش. ممتاز، يعني خلاص يعني كده انت كده يعني كده نشيني على العريس بقى خلاص. مخطوبه كمان. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكملك على خير وتدعينا بقى طبعا على الفرح باذن الله. يا رب طبعا، انت تنور حضرتك. الله يعزك. الله يعزك دكتور. ممكن تسلم بقى على سلمى قبل ما نختم معاها؟ ازيك سلمى عامله ايه؟ الحمد لله يا دكتور، حضرتك عامل ايه؟ بدات رياضه ولا لسه؟ والله بدأ بقى لي شهرين متعذبه. بس الحمد لله افضل كتير الحمد لله. والله دكتور السعاده اللي في مكالمتها وفي صوتها تخلي اي، تخلينا دلوقتي اقول يلا نعمل عمليه تكميم حتى لو مش محتاجها. بشكرك يا سلمى شكرا جزيلا، وطبعا مكالمتك مكالمه سعيده يعني اطفت علينا نوع من البهجه، انه زي ما دكتور احمد قال في بدايه الحلقه اعزائي المشاهدين، انه الموروث الثقافي عن الحاجه هو اللي بيخلينا نمتنع او نخاف منها، او اللي هو ايه اللي هو طول ما انا مش عارف الحاجه دي الانسان عدو ما يجهل بمعنى اصح. طالما احنا مش عارفين يعني ايه تكميم دايما بيقول لا بلاش عمليات، طب ما تخليه ونقعد ناجل سنه ورا سنه ورا سنه. وزي ما دكتور احمد قال لما سالته ممكن يكون حد عنده زياده او سمنه مفرطه ويجي له الامراض دي، قال لك لو ما جاتلوش دلوقتي هي جايه له في السكه، فليه انا يعني استناها لما انا ممكن اقطع عليها الطريق واحرم نفسي ان انا يبقى عندي امراض كثيره او كتله علاج او كيس علاج كل يوم الصبح باخده على رأي النوم. خلينا مثلا نتكلم في نقطه بسيطه بس قبل ما نكمل كلامنا. النقطه ان هو العيان اللي جاي يعمل تكميم معده او جاي يعمل اي جراحه من خلال السن، هو لازم قبل العمليه يتعود على النظام الغذائي المفروض هيمشي عليه بعد العمليه. يعني اللايف ستايل الجديد يعني. يعني مثلا علميا ان هو لازم ينزل 5 ل 10% من وزنه. طب انت هتقول لي طب انت فايت العمليه ايه؟ بقول لك فايت العمليه ان انت لو احنا مثلا حد كان
بياخد كل يوم 3000 سعر حراري. وانت بعد العمليه غصب عنه ان هو هيقلل السعر السعرات الحراريه اللي بياخدها ل 1200. طب هيعيش ازاي؟ ما هو دايما هيبقى دايخ، هيبقى تعبان، هيبقى مش قادر يقوم بالمجهود اليومي بتاعه كده. فهو من قبل العمليه لازم يتعود على النظام الغذائي وعلى السعرات الحراريه الجديده المفروض اللي هو هيكمل عليها بعد العمليه. بيتدرب يعني. اه دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو لما هو بينزل 5 ل 10% من الوزن بتاعه قبل العمليه، ده بيخلي حجم الكبد صغير جدا، لان انا احدى خطوات العمليه ان انا برفع الكبد عشان الفص الشمال بالكبد بيكون نايم على المعده، فانا لازم ارفعه عشان اسلك المعده قبل ما ادبسها او حتى وقت التدبيس. طب احنا يا دكتور معانا اتصال تاني أوكي. وبعد كده معانا بقى فيديو عن كيفيه او فكره عمليه تكميم المعده برضه استعرضها مع الناس، لكن معايا اميره. اتفضلي يا اميره. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. تجربه ناجحه جدا بقى. انا اميره حضرتك. اهلا بيك. شوف الخيمه. ايه اتكلم ولا تتكلم انت؟ والله انا في كلام كتير بجد نفسي اقوله، بس اول حاجه احب اشكر الدكتور احمد سفينه جدا جدا بجد. يعني الدكتور والله انسان شخصيه محترمه جدا في بدايه الكلام فعلا، وبجد اعظم جراح في مصر فعلا. احكي لنا بقى يا امير. ها سبت القلم اهو، اتفضلي. حضرتك انا كان وزني 140 كيلو قبل العمليه، وكان الدكتور احمد نصحني بان انا اعمل عمليه تكميم كتير، بس انا كنت خايفه منها كدخول جراحه عامه، بس الدكتور احمد طمني جدا وبجد العمليه كانت ناجحه جدا الحمد لله. وانا كنت 140 وحاليا انا بقيت 60 كيلو. 60 كيلو؟ طبعا 60 كيلو. لا طب احلفي. والله العظيم 60 كيلو؟ والله طب ده ممتاز. طب كملي كملي التجربه الناجحه دي، انا مش هقاطعك، اتفضلي. وهذاك بجد هي والله فعلا تجربه ناجحه جدا، استعدت ثقتي بنفسي واستعدت شبابي وصحتي وحيويتي، وبقيت اهتم باولادي واطفالي اكتر من الاول بكتير طبعا. وكان انا كنت ابتديت ان انا اخش في مراحل التعب، وكان ابتدى يجي لي اكتئاب في المعده من شبكات الدهون المتزايده في البطن. كان ابتديت ان انا اخش فعلا في اعراض كتيره للمرض، بمرض السمنه، وانا كان سني صغير، وكنت ابتديت ان انا اتعب منه. فدكتور احمد نصحني كتير بالعمليه بجد، ولما اخذت بنصيحته الحمد لله والله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الدكتور احمد في اللي انا فيه دلوقتي. طب اميره هو في سؤال بس يعني ملح عليا قوي، هو انا لما اكون مثلا انا كل يوم ببص في المرايه الصبح، هو انا بنام بصحى الصبح الاقي نفسي بقيت 140، هل ما كنتش واخده بالك ان كل يوم بوزنك بيزيد البنطلون او اللبس بتاعك ما بقاش يدخل فيكي فابتديتي تجيبي مقاس اكبر، ولا يعني ازاي الانسان بيندعك عليه فتره يلاقي نفسه بقى قد كده؟ لا حضرتك بص، انا عملت دايت كتير جدا ورحت مراكز جيم كتير جدا وصرفت فلوس بطريقه غريبه جدا على الجيم والرجيم، كنت جسمي بينزل، انا كنت بخس. أيوة. في لحظه والتانيه كنت بطلع اكتر من الاول بكتير. بكتير، لان الرجيم مهما كان حتى لو نزل شويه بيطلع اكتر من الاول بكتير. ايوه تمام. غير العمليه، فالعمليه افيد في كده ان هي هتساعدك ان وزنك ان شاء الله يفضل كده طول الحياه او يفضل في وزن مناسب. طب ايه اللي اختلف يا اميره قبل العمليه وبعد العمليه؟ يعني كنت بتعملي ايه قبل العمليه؟ او ايه عاداتك وبعد كده بعد العمليه ما بقتيش تعملي ده، او ما بقتيش قادره تعملي ده، او مش حابه تعملي ده بارادتك؟ لا انا قبل العمليه كان في حاجات كتير قوي ما كنتش بقدر اعملها، او ما كنتش بقدر اواظب مثلا على حياتي اليوميه بشكل طبيعي، كان جسمي تقيل، كنت على طول همدانه، طبعا الجسم التقيل بيخلي الانسان مش عارف يتحرك. ايوه. ما كنتش عارفه اشوف بيتي واولادي كويس، بس طبعا بعد العمليه الوضع اتغير كتير جدا، جسمي بقى اخف، حركتي بقت اسهل، بقيت احب ان انا امشي واروح في كل مكان، الاول طبعا كنت يعني بركب اروح من اي مكان راكبه، انما دلوقتي المشي معايا بقى سهل جدا. فدي يعني استعدت حيويتي وشبابي من اول وجديد. هل في اي اعراض جانبيه، اي حاجه سلبيه حصلت من ورا العمليه يا اميره؟ لا انا الحمد لله ما حصلليش اي حاجه من ورا العمليه دي خالص. ممتاز. هي زيها زي اي عمليه جراحيه، تعب في اول فتره اللي هي اسبوع اسبوعين بالكثير قوي، تعب عادي زي اي عمليه جراحيه. اخبار الاكل معاكي ايه دلوقتي؟ لا تمام الحمد لله، انا باكل كل اللي انا عايزاه عادي تمام الحمد لله، والنسب مظبوطه جدا في الاكل الحمد لله. تسلم عليها بقى يا دكتور كم مره. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله تمام بجد. تمام الحمد لله بجد يا دكتور. في اي ترجيح حصل بعد العمليه او حموضه او كده؟ لا الحمد لله الحمد لله كله تمام بخير الحمد لله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا اميره، اتصالك يعني جاي بعد سلمى. الحلقه دي ان شاء الله اتمنى ان اكون دافع وحافز لمعظم الناس اللي كانت متاخره عن موضوع انها تكسب صحتها وتخسر وزنها، اللي هو اصبح السمنه، كان بنقعد نقول ان السمنه هي داء العصر، لا هي بقت اصبحت
مرض بذاته بيتحكم في معظم الامراض اللي موجوده في الجسم. خلينا مع بعض النهارده نوصل معاكم لمرحله جديده او نبني بدايه جديده في حياتنا عن طريق تكميم المعده وجراحات تكميم المعده مع دكتور احمد سفينه. يا بسمه اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا بسمه. ازيك يا بسمه؟ اهلا بحضرتك، مساء الخير. طمنينا عليك. عليكم السلام. الحمد لله كويس. ازيك يا دكتور احمد؟ ازيك يا بسمه، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير. طمنينا عليك يا بسمه. الحمد لله انا كويسه الحمد لله. تجربتك بقى مع التكميم، يعني ليه اخترتي التكميم وعلى اي اساس خدتي القرار انك تعملي عمليه جراحيه تخسري بيها وزنك وتكسبي بيها صحتك؟ اولا انا اخترت التكميم عن طريق دكتور احمد، لما رحت وهو نصحني سالني بحب الحلويات ايه الاكل اللي انا باكله، فاختار لي هو التكميم. ثانيا انا لما وزني زاد جدا، انا وزني زاد ل 160 ومش عايز اي تعليق على الوزن على فكره. مش هعلق، اكمل عامل جنب ليها اتفضلي. وعملت دايت كتير وصرفت فلوس كتير واتبهدلت يعني بسبب الوزن في اماكن كتير جدا يعني. تمام. بس وسمعت كتير عن التكميم وسمعت حاجات تطمن وحاجات تخوف. بس لما رحت عند الدكتور احمد طمني جدا وحبيت العمليه اكتر كمان لما سمعتها منه. هشرح لك بالظبط ايه اللي بيحصل في العمليه. فانت خدت القرار؟ انا واخده القرار من قبل ما اروح عند الدكتور، بس هو حببني في القرار اكتر لما رحت. ساعدك انك تكملي يعني؟ هو اختار لي التكميم ان هو مناسب بالنسبه لي. ممتاز تمام. بس الحمد لله عملتها والدكتور ما شاء الله يعني الحمد لله انا ما حسيتش بحاجه خالص في العمليه. وجرحه بعد العمليه الحمد لله، انا سمعت من الناس ان الجرح بعد العمليه فظيع وان الوجع في العمليه افظع، بس الحمد لله حاجة. تمام. والدنيا احسن الحمد لله كتير، النفس اتغير، سرعة السلم اتغير. وصلت الوزن كام كده دلوقتي؟ يعني خسيت مع الدكتور لحد دلوقتي 20 كيلو. ممتاز كويس تمام. مكملة طبعا بإذن الله يا بسمة. طبعا ان شاء الله. ان شاء الله دكتور احمد يبقى معانا باذن الله بشكل مستمر في برنامجنا كل مره نطمن عليكي وتقولي لنا ايه الجديد في حياتك بعد تكميم المعده باذن الله. لا وهبعت لكم صورتي بقى لما ابقى مزه ان شاء الله. تنوري. تنوري يا بسمه، شكرا جزيلا على اتصالك وان شاء الله ربنا يكرمك وتكملي وتبقي يعني ان شاء الله احسن شكل بتتمنيه، والشكل هو يعني بيدي انطباع ان الصحه جيده. وده شعارنا في انا ودكتور في حلقتنا النهارده، اخسر وزنك تكسب صحتك. دكتور انا هديك برضو تعليق، تديني تعليق بس بعد ما اخد محمد. اتفضل يا ابو حميد. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ابو حميد اتفضل. والله انا بصراحه انا اول مره ادخل في اي برنامج، بس بصراحه يعني مبسوط انا كلمت دكتور احمد النهارده. ده شرف لينا يا ابو حميد والله. والله كان نفسي اشكره خلاص يعني باي طريقه يعني. الله يكرمك. احكي لنا تجربتك مع التكميم ودكتور احمد سفينه. محمد شفت يوم العمليه؟ انا اصلا يعني انا اول مره في حياتي اصلا ادخل في برنامج، بس كل اكبر بقول لك يعني انا كنت خايف جدا جدا من العمليه دي بصراحه. ايوه. شفت الدكتور احمد يعني حلقه قبل كده يعني طمنت جدا من غير اي حاجه خلاص. وبعدين استغربت الاستغراب الكتير بالنسبه لي كان يوم العمليه لما عملتها، حسيت مفيش حاجه خالص يعني. تاني يوم انا عملتها يوم ثلاث، لو قلتها في يوم السبت كنت في الشغل بتاعي يعني مفيش حاجه خالص. ماشي على رجلي من اول يوم مفيش اي حاجه خالص يعني. كان وزنك قد ايه يا ابو حميد وليه خدت القرار انك تعمل عمليه تكميم؟ فكرة انا وزني ما كانش كبير قوي، حتى الدكتور نفسه قال لي ممكن تضايق، بس انا بصراحه كان لازم اغير لان انا كنت تعبان اصلا نفسيا خالص من الموضوع ده. كنت زهقان يعني كنت زهقان مش عارف تلبس يعني كنت مش عارف تندمج في المجتمع اللي حواليك. عايز اقول لك ثقتك في نفسك اتغيرت. ممتاز. جد والله. ماشي كل حاجه اتغيرت على فكره يعني. مع ان انا لسه عامل قريب، انا عامل بقاليش 17-18 يوم يعني. جميل. ماشي. انت حاسس انك بقيت خفيف، حاسس انك حياتك اتغيرت، حاسس؟ انا 17-18 يوم وخسرت 13 كيلو. ما شاء الله. ما شاء الله كويس جدا. انا عامل كان وزني 113 دلوقتي 99 يعني بقيت اسبوعين يعني على فكره يعني. ده جميل جدا، ده جميل والله جداً. العظيم بلعب رياضه يوميا وبمشي وبروح شغلي ومفيش اي حاجه من اي نوع. يا حبيبي ربنا يطمنا عليك والف سلام عليك وان شاء الله. انا بصراحه دكتور احمد ده ربنا يبارك له والله العظيم يعني ما اختلفش معايا في اي حاجه انسان قبل ما يكون دكتور والله العظيم. مش شكرا يا ابو حميد يا جميل. عمري والله ما دخلت في اي مكالمه ولا عمري كلمت في التلفزيون خالص. انا شرط انا كنت عامل العمليه دي ما فيش مخلوق يعرف انا اعملها. لا الشعب المصري كله عرف يا ابو حميد. لا
بعد النجاح ده يعني نطلع قدام الناس بحلقه اول بصراحه ما نعمل كده يعني. خليك مخبي كده يا ابو حميد بقى خلاص. احنا قلنا الدنيا كلها يا ابو حميد دلوقتي. لا مش مشكله انا ما عنديش مشكله خالص. حبيبي الف سلام عليك. و13 كيلو ده انجاز عظيم يعني يتحسب لك وتحسب للعمليه ودكتور احمد طبعا. كنت لسه عنده من يومين ثلاثه ولسه جاي كتير يعني الحمد لله يعني. ربنا يطمنك يا ابو حميد والف سلام عليك يا حبيبي. الف سلام. انت معانا اتصال من استاذه عفاف اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. انا ممكن اكلم الدكتور؟ اه طبعا اتفضلي. يا دكتور انا عندي 58 سنه. تمام. ووزني 146. تمام. 146. عندي تبع السكر وضغط وعندي بتاعه جلطه والحاجات دي كلها. جلطه فين؟ فطبعا الدايت ده انا لا عارفه اعمل حاجه ولا عارفه يعني مش عارفه اشتغل مع الدايت ده خالص نهائي. الجلطه كانت فين يا حاج عفاف؟ الجلطه فين؟ نعم الجلطه كانت فين؟ في الدماغ وفي المخ. واحده في الدماغ واحده في الرجل. سابت اي تاثير طيب على الجسم؟ نعم سابت اي تاثير على الجسم؟ الحمد لله ما فيش تاثير على الجنب. الحمد لله يعني. على الجسم لا. بتاخد اي ادويه سيوله؟ باخد ماريفان سيوله. اه ماشي اوكي تمام. باخد 5 ماريفان وباخد اللي هو الاسبوسيت ده. اه كملي الكلام الاول. كملي اتفضلي. انا دلوقتي الوزن دلوقتي جامد عليا وانا مش قادره وطولي 165 ومانيش قادره امشي. ممتاز. يعني حضرتك انا مش قادره امشي، ايه الحل؟ هو التكميم الحل بالنسبه للجلطات والحاجات اللي عندي دي والسكر والضغط والحاجات دي ولا في حل تاني غير كده؟ الدايت مش عامل فايده. طب حبيبي يا دكتور بس اسال الاسئله المعتاده عشان نحكم عليها. واخد بال حضرتك وجسمي زي ما هو من تحت. هو الوزن الزياده ده يعني من بدري ولا من فوق ال 50 مثلا؟ يعني اقول من بعد ال 45 كده. لما الحركه قلت؟ اه لما الحركه في المشي اتقلت، لما يعني ركوب العربيه مثلا عمل برضو تاثير فيا جامد وكده، فما بقتش اتحرك كتير ما بقتش امشي. طب حضرتك مع قله الحركه دي بتاكلي كتير ولا بتاكلي حلويات اكتر؟ لا هو ما فيش حلويات، لا ما بحبش الحلويات ولا ما بحبش الحاجه الساقعه والحاجات دي كلها. ممتاز. هو كل موضوع ان هم طاقه الصبح وطاقه الظهر. السكر جالك عن سن كام؟ لا ده انا كبيره على الخمسينات كده. على الخمسينات. والضغط؟ والضغط برضو نفس الحكايه كده من 45 كده لغايه زي ما انت قلت يا دكتور بقى كان توابع بقى زياده الوزن. اه طيب بالظبط. في اي اتجاه في المريء؟ لا الحمد لله ما فيش في المريء حاجه الحمد لله. طبعا انسداد في شريان رئوي، انسداد من جلطه رجلي. تمام. انسداد في الشريان الرئوي. طيب هو حضرتك احنا هو طبعا ينفع لك تكميم معده، بس الاول هنظبط الضغط وهنظبط السكر وهنظبط ادويه السيوله قبل العمليه، وهتحس بفرق بعد العمليه ان شاء الله. ان شاء الله. العمليه يعني ممكن اعرف العمليه دي بتتكلف كام ولا ايه ولا؟ اتصلي لحضرتك بالرقم اللي قدام حضرتك على الشاشه، وعاوز بقى اديكي بقى يعني مفاجاه احنا كده قبل الحلقه. ما فيش حد بيجي هنا معانا في البرنامج اللي طبعا بنضغط عليه في 25% خصم يا جماعه على عمليه تكميم المعده مع دكتور احمد سفينه لمشاهدي برنامج انا والدكتور على قناه ازهري. 25% خصم على عمليه تكميم المعده، ده اهداء خاص وطبعا خصم خاص لبرنامجنا انا والدكتور على قناه ازهري الفضائيه. يعني الحاج عفاف تقدر دلوقتي تاخدي قرار وانت مطمنه ان شاء الله. تاخد رقم من الاعداد مش مشكله. ان شاء الله والدكتور تقدر ان شاء الله يعني ان شاء الله مناسب ليكي يا حاج عفاف باذن الله. طيب دكتور احمد انا معايا فاصل صغير هناخده بقى ونرجع نكمل ناخد تعليقات على المتصلين وتقول لنا حالات كل حد فيهم الحمد لله ازاي قدرنا نعمل معاهم هذا الخيال الواسع من نزول الوزن، ونبتدي نشوف مع بعض بقى العمليه بتحصل ازاي ونعرف فكرتها والاسئله بقى المستخبيه اللي المفروض انا بدعبس وراها علشان خاطر ناخد اجابه صريحه من الدكتور احمد عليها. نطلع لفاصل ونكمل كلامنا فانا والدكتور خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل بنكمل كلامنا معاكم في انا ودكتور على الهواء مباشره. معانا ضيفنا دكتور احمد سفينه استشاري ومدرس جراحات المناظير والسمنه بكليه الطب القصر العيني ومستشفيات جنه للجراحات. برحب بيه ثاني بعد الفاصل. اهلا بيك دكتور احمد. دكتور احمد قبل الفاصل يعني شفت تجارب نجاح من سلمى واميره وبسمه ومحمد، الحمد لله عملوا جامب واسع في نزول الوزن وكان عندهم اراده قويه ان هم ياخدوا قرار بالعمليه، وزي ما شفنا في اتصالاتهم يا دكتور ازاي بيقول لك ناس كتيره خوفوني، يعني شفت كلمه ناس كتيره خوفوني، واعتقد الناس اللي خوفوني ما يعرفوش حاجه عن العمليه، فعلى اي اساس هم خوفوهم؟ ده بقى محور حلقتنا النهارده، ازاي نطمن الناس من عمليه تكميم المعده انها عمليه امنه.
وزن الاعداد المحترم ينزل لنا العمليه بقى ونشوف مع بعض يعني ايه تكميم معده بشكل مختصر علشان خاطر نوصل الرساله للحاج عفاف وغيرها من الناس اللي بتسال يعني ايه عمليه تكميم معده. نشوفها مع بعض. اتفضل يا دكتور. طيب اول حاجه دخلة البورتات بتكون تحت الكبد، بيكون اربع فتحات، الفتحه لا تتعدى السنتي، الفتحه الخامسه بتكون اقل من 4 مللي، الفتحه اللي في النص دي بتكون الكاميرا او الفيديو. دي المعده لو احنا شايفين ده المريء ودي المعده وبيتخولون المشي المستعرض. اول حاجه انا ببص على الكبد حجمه قد ايه، ببص على البطن ده لو شفنا كده ده مسار الاكل. شايفين المعده قد ايه؟ المعده هنا ممكن تتسع ل 4 5 لتر بالمناسبه، تمام. فهو فكره تكميم معده ان انا بريستراكشن، ان انا بقلل حجم المعده او بقلل الحيز المفروض اللي انا هاكل بيه. يعني انا بقسم المعده بالطول عن طريق انبوبه بتخش من الفم للمريء للاسم عشر، تمام. فيها فكره يعني احنا لو بصينا للباوتش المعمول اللي هو على الشمال واسعه من تحت وضيقه من فوق. ايوه يعني لو انت ضيقت تحت العيان ده هيرجع، لو انت وسعت فوق العيان ده هيحصل مش هيخس، اولا هيحصل تمدد في المعده بخلال سنه ويرجع يدخن تاني، او هيحصل له ارتجاع للحمض للمعده للمريء فيحصل له ارتجاع في المريء. فهي التركه فين ان انت لازم توسع الاثنى عشر تحت، لان توسيع الاثنى عشر اولا دي منطقه الضغط فيها عالي، فانت لو ضيقتها هيحصل تسريب فوق. لو وسعتها لو ضيقت اكتر عن لازم العيان هيرجع تاني. بالنسبه للحته اللي فوق دي اخطر حته، لازم تبقى الخط بتاعك في نهايه المعده مع المريء بالظبط، يعني ما ينفعش ان انت تبقى ساب حته، لان الحته دي لو اتسابت هيرجع للعيان يحصل له ارتجاع للحمض للمريء للمعده، يحصل له تسريب في المنطقه دي. يبقى هي دي الفكره بتاعت العمليه، بنوسع تحت بس مش قوي، يعني هو من 3 ل 5 سم من بوابه الاثنى عشر، مش اكتر من كده. لو انت زودت عن كده انت ما عملتش تكميم معده، يبقى انت ساب نص المعده. لو ضيقت عن كده هيحصل مشاكل تسريب فوق وترجيع. ممكن نقف هنا بقى يا احمد؟ ايوه ده بيبوظ هنا بعد اذنك. نقف هنا بقى شويه صغيرين كده دكتور، في سؤال بقى. احنا الجزء اللي على اليمين في الصوره قدام المشاهد الكريم ده هيتشال، ده هيتشال، ده بيتشال خالص، بيتم الاستغناء عنه تماما، هيترمي القطه. طيب سؤال، هل احمد الشاعري بيتشالوا نفس الدكتور احمد، بيتشالوا دكتور نفس سلمى، نفس محمد، نفس بسمه، نفس حاج عفاف، ولا كل مريض فينا له حجم معين بيتشال بيختلف عن التاني؟ لا هو حجم ستاندرد على مستوى العالم. احنا بنخش بحاجه اسمها بوجيه او حاجه 46 فرنش او انبوبه كده بتخش من الفم عن طريق المريء لحد ما ندككها جوه الاثنى عشر. أيوة. وبنقص عليها. فكره القص هنا هي دي الفكره، دي النظريه. لو انت ضيقت المنطقه اللي هي اخر الدبابيس الحته الواسعه دي اللي تحت، لو انت ضيقتها هيحصل لك تسريب فوق ويحصل لك ترجيع. الاكل دايما بيطلع لفوق تاني، يعني ما تزيدش عن 5 سم من بوابه الاثنى عشر. طب لو انت وسعتها قوي يعني طلعت بالكلبسات فوق، يبقى انت برضو ما عملتش تكميم، صح؟ شلت حته، تفضل المعده واسعه وازيد وزن تاني، وزيد وزنك تاني في سنه. طيب الحته اللي فوق لو بصينا ان هي ماشيه مع المريء، انبوبه ماشيه مع بعض، لازم الدبيس بتاعتك تبقى على المريء بالظبط. انت لو وسعت هنا ده يعتبر زي جيب، فالاكل بيتراكم فيه فبيرجع للمريء تاني، فالعيان بيبدا ان هو يحصل له ارتجاع حمض، يعني الكيرف يا دكتور بحساب وكل حاجه بحساب. كله بحساب. حتى الدبيسه اللي انت بتاخدها ما تبقاش عجول، لازم الاول تظبط المسكه بتاعتك، تظبط الادجستمنت اللي هو الغلاف المعده امامي زي الخلفي عشان الستيبل لاين يطلع مظبوط. تهدى كده وانت بتدبس، تاخد وقتك خالص، بعد ما تدبس تستنى على الدباسه 30 ثانيه لدقيقه عشان يحصل اللي هو الكلبسات تمسك كويس. احنا بنسمع ان الكلبسات بتفك ويحصل تسريب ومشاكل، عشان هو اللي بيعملها ما عندوش خبره او عجول مستعجل، اشتغل عيان كتير قوي معايا فبيعمل مشاكل. لا تهدى كده، تاخد دبوسك براحتك، تلم المعده كويس، تلم المعده على قد الانبوبه اللي انت حاططها، ما توسعش. هو دي نجاح العمليه في كده يعني. طب يا دكتور احمد، الدبابيس دي هل بتبقى لها انواع في السوق؟ وهل زي ما حضرتك قلت ما بيحصلش من وراء اي تسريب او اي مشكله؟ طيب وازاي بتعرف ساعات العمليه؟ هل بتعمل اي اجراء يعرفك ان العمليه نجحت وبقت الدنيا امان؟ طيب خلينا نتكلم في كذا نقطه كده. دبيس ليه انواع؟ طبعا هو في شركتين معروفين حتى العينين عارفينهم، مش هنقول اسمائهم، هم شركات امريكي، تمام، حاجات مستورده، حاجات اصليه، بيبقى السيريال نمبر لو انت ضربته على جوجل بتاع الغيار اللي انت جايبه هيطلع لك ان هو ده شركه كذا، انتاج اليوم الفلاني، اكسبايرد اليوم الفلاني، ليه سيريال نمبر موجود، تمام.
طبعا في دباسات ظهر صيني او دبوس ظهر صيني بتكنيك الماني محدش عارف لسه FDA مش ابروفد لسه محدش يثق فيها دلوقتي, بس هو اللي احنا نثق فيه اللي هي دباسات جونسون وكوفيديا. دي حاجه. الحاجه الثانيه التركه الثانيه في التدبيس, احنا لسه قايلين ان انت لازم تبقى مظبط المعده كويس, المعده مش كرامبل على بعض, مش جاي يعني المعده مشدوده كويس عشان الدبس تنزل مظبوط. أيوه. ولازم لما تنزل مظبوط تديها وقتها ان هي تدبس, تديها وقتها انها تقص, وبعد ما وتشيل الدباسه واحده واحده ما تشيل الدباسه. تمام يا دكتور. طيب انا هكمل معاك بعض الاسئله المهمه اللي خاصه بفكره العمليه عشان نطمن الناس اكتر ونشرح لهم خبايا العمليه وازاي الحمد لله بيجيب نتيجه فعاله مع كل المتصلين اللي شكروا فيها. لكن معايا سحر على التليفون, اتفضلي يا سحر. الو, السلام عليكم. عليكم السلام, اهلا بيكي. الحمد لله كويسه, ربنا يخليك يا رب. احنا معانا دكتور احمد سفينه على الهواء. ازيك يا دكتور, عامل ايه؟ ازيك يا سحر, اني سحر. ربنا يخليك يا دكتور, انت عامل ايه؟ احكي لنا يا سحر تجربتك مع تكميم المعده وازاي ساعدتك في تغيير نمط حياتك للافضل. والله انا كنت تعبانه من صدري, عندي حساسيه على صدري, ورحت للدكتوره في شبرا وقالت لي لازم تنزلي وزنك, تنزلي وزنك وتعملي عمليه وكده. عملت رجيم كتير وكنت بسخن وبرجع تاني وبزيد تاني, كان وزني 133, ما كنتش بقدر اطلع ولا اخرج ولا الكلام ده كله. فناس يعني جيراننا حبايبنا كده دلوني على دكتور احمد, وبصراحه هو انسان محترم ربنا يخليك. ورحت للدكتور احمد عمل لي العمليه من 133 وصلت دلوقتي 117, او لسه وصلنا امبارح يعني 117. فالحمد لله نزلت يعني وبقيت اتحسن, يعني حسيت ان انا قادره اخد نفسي وبقيت قادره امشي وبقيت اطلع وانزل. كميه الاكل اللي بتاكليها يا سقر قلت بقى كميه الاكل؟ قلت طبعا كميه الاكل قلت, بس الحمد لله كنت في الفتره الاولانيه تعبانه, والحمد لله دلوقتي ابتديت يعني اكتر, يعني ابتديت اكتر صحتي وبقيت الحمد لله احسن من الاول. ممتاز. سقر بتنصح اي حد بيعاني نفس المعاناه ديت وبيدور وبيلف وطالما هي ما فيش قدامه بوابه غير ان هو يعمل التكميم, هل انت شفت من العمليه اللي يخليكي تتكلمي عنها او تقولي لا ما انصحش حد, هي كانت بالنسبه لي تجربه مؤلمه مش عاوزه افتكرها؟ لا والله يعني هي كانت مؤلمه في البدايه, بس بركه في ربنا والدكتور احمد يعني الحمد لله, بس هو تابعني لان انا كمان كان ضغطي عالي جدا وانا داخله العمليه. ايوه. هو تابعني بعد كده بعد العمليه وقبل العمليه وظبط لي الضغط وعمل معايا مجهود حلو بصراحه ربنا يعني. ممتاز. ربنا يبارك له فيه وفي عياله يا رب. الله يعزك الله يعزك. دكتور حابب تكلم سحر؟ ايه موضوع يعني حسيتي فرق ايه في النفس يا سحر؟ حسيت يا يعني دكتور ان دلوقتي بقيت اخد نفسي حلو وبقيت اقدر امشي وبقيت اطلع وبخش, يعني الاول ما كنتش قادر خالص, دلوقتي بقيت الحمد لله كويسه ولسه بنزل ولسه مع حضرتك بقى متابعه ان شاء الله, وان شاء الله هتبقى تمام, ان شاء الله بقى تمام ان شاء الله. سقر بقى يعني الاسبوع اللي جاي واللي بعده تقول لنا بقى بقيتي 100 بقى يا مريم, هتعمل انت العمليه صح؟ ان شاء الله. اصل لسه يعني ليا في حد يعني عندها 25 يوم كده. في حد عندك هيعمل العمليه اسمه مريم يا في سحر؟ اختي. اوه ده انت بقى هتلم العيله بقى يا سحر بقى. لا اختي صراحه ربنا يعني من ساعه ما بتشوفني خسيت والنتيجه حلوه. عينها بتطلع عليك عشان كده وزنك ما بينزلش. كانت الاول قلقانه وكده, بس صراحه ربنا هو اللي يشوف دكتور احمد بيستريح له لانه انسان كويس واخلاق وطبعه كويس, يعني بيكلمك كده بيفهمك ايه اللي هيحصل وبيتابعك. وفي التليفون اول ما طلعت من المستشفى صراحة ربنا رن عليا وقال لي الضغط عامل ايه وخدي كذا وامشي على كذا, يعني بصراحة ما بيسيبش حد, هو ده يعني يعني اللي مخليني مطمنة. واختي راح تعملها ان شاء الله اخر الشهر. خلاص بقى تبقى معانا على التليفون بعد كده بقى اختك باذن الله يا سحر. باذن الله ماشي يا سحر. باذن الله. انا بشكرك يا سحر, ربنا يديك الصحة. و117 الاتصال الجاي ان شاء الله تقول لنا 100 واللي بعده تقول لنا 70 باذن الله. طبعا كل ما الوزن بينزل مشاهدينا الكرام فعلا الواحد بيحس بفرق, حتى لما الواحد فينا بيتعب شويه ممكن بيبقى اكله بيقل نتيجه التعب ووزنه بيقل غصب عنه, تحس ان هو بعد ما بيفوق من التعب يحس ان هو بقى خفيف, يعني بيقول الحمد لله ان شويه التعب جولي خسسوا وزن شويه وبقيت افضل واحسن دلوقتي. معانا احمد تاني على التليفون. احمد الو. اهلا بيك يا ابو حميد, اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام.
انا برحب بيكم اولا وسلامي جامد اول للدكتور احمد سفينه. هو مع حضرتك هو حاجه ازاي يا احمد؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك دكتور احمد؟ تمام كويس الحمد لله. احكي لنا بقى يا استاذ احمد تجربتك مع تكميم المعده ودكتور احمد سفينه. انا كان وزني كبير جدا وكان وزني 171 كيلو. 171 كيلو؟ 171 كيلو. والبركه طبعا في ربنا اولا ثم الدكتور احمد. رحت له وكشف عليا وكده ورشحنا عمليه تكميم المعده. ايوه. وعملتها دلوقتي دخلت السنه اهو وبتابع مع الدكتور احمد برضك. الحمد لله وزني دلوقتي حوالي 99 او 100. ممتاز نزلنا حاجه و70 كيلو ما شاء الله. من 171 كيلو. ممتاز. في خلال السنه دي يا ابو حميد هل حصل لك اي اعراض جانبيه؟ اي اثار جانبيه للعمليه؟ تعبت نتيجه العمليه؟ خالص مفيش اي حاجه بصراحه. فعلا؟ لا 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 لا, لا مفيش اي حاجه. هو القصه كلها ان انا فقت الضغط راح من عندي, قدرت امشي, النهجان راح, حياتي اتغيرت خالص. ممتاز. طبعا طبعا تاثيرها ال 71 كيلو دول لما نزلوا من وزنك اكيد فرقوا مع صحتك. شخص تاني. مجهودك طبعا ونشاطك واسرتك وحياتك اكيد بقت افضل. طبعا. طبعا. ممتاز. انا بتمنى لك كل صحه وكل سلامه يا استاذ احمد وشكرا على اتصالك بينا. وان شاء الله احنا مكملين معاك في حلقاتنا اللي جايه تطمنا على صحتك اول باول باذن الله. ويا رب تكون رسالتك وصلت للي واقف محتار يعمل ايه وما خدش قرار ان هو يكسب صحته عن طريق عمليه تكميم المعده. استاذه هدى اتفضلي. استاذه هدى. دكتور احمد السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك عليكم السلام. والله انا عمري 55 سنه. ايوه ايوه تمام حضرتك. عندي فقرات في ظهري وركبي. انا وزني 97 كيلو. 97 والطول؟ بس انا 97 بطني يعني هي بطن سنترال يعني تمام بطني بالظهر وكده يعني. ما بقدرش برضو اخد نفسي وتعبانه وظروفي الماديه مستمحالي اعمل اي عمليات ولا اي حاجه مش عارفه اعمل اي حاجه. تمام. ما بقدرش اتحرك كمان. الطول كام يا فندم؟ نعم. طولك كام؟ الطول؟ الطول حوالي 67. 167؟ 167. طب جربتي نظام غذائي؟ والله عملت شوية حاجات كده من فترات يعني بس برجع تاني تتعبك الدنيا وتخرب وبعدين عندي بطني تحت اللي هي تحت المنطقة بتاعت الدوة. وعندي كرش كده جامد شويه فكاتم على نفس ومأثر على ظهر وركبي ولا بقدر اروح ولا اجي. فمش عارفه اعمل ايه وفي نفس الوقت ديات حكماني يعني. هو في ضغط وسكر يا حاجه هدى؟ لا هو يعني انا باخد كالسيوم وعلاج برضو يعني كان عندي نقص في شويه حاجات كده ف يعني برضو باخد ايه يعني لكن مفيش ضغط ولا سكر ولا حاجه من دي الحمد لله. ممتاز. طيب هنجاوب عليكي. تابعينا حاج هدى واحنا هنجاوب عليكي ان شاء الله. الف سلام عليكي. طيب هي عندها حوالي 25 كيلو زياده عن الوزن المثالي. فهي هي هي اه هي هي, هي 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 من 30 ل 35 كتله الجسم. ايوه. فاحنا دلوقتي عندنا حلول كتير قوي مش يعني هنقول مش منها التكميم. هو العالم كله دلوقتي بيتجه ان احنا نقلل يعني هنقول ايه هو دواعي تكميم معده. ان انت عندك سمنه مفرطه يعني انت فوق ال 35. ايوه. بالنسبه لحالتها عشان عندها غضروف او عندها في المفاصل وكده. بس زي حضرتك قلت بس احنا ممكن الموضوعيه متركزه في البطن اكتر. ان هي حاجه مركزيه. ايوه. تمام فاحنا ممكن ننزل البي ام اللي هو معدل كتله الجسم لحد 30. ايوه. بس بحلول ثانيه انا ممكن احط لها حزام معده. ممكن تركب بالون معده. ممكن تعمل يعني حاجات فيما قبل دخول العمليه. فيما قبل دخول يعني هو حزام معده دخول عمليه بس عمليه بسيطه. انا جاست ان احنا بنركب رينج حوالين بدايه المعده. حزام المعده عشان الاكل يعني هتنزل ينزل بصعوبه. بالظبط هتنزل 20 كيلو. ممتاز. 25 كيلو ممكن نعمل طي معده. هي مش تكميم يعني حلول ثانيه. يعني في اكتر من اوبشن نقدر نستخدمهم يا حاج هدى. مش شرط تكميم معده تحديدا. طب ارجوك يا حاج هدى ممكن تتصل بدكتور بعد الحلقه وزياره يعني. مفيش مشكله والصالح ليكي ان شاء الله هنعمله. ودكتور احمد يعني الانسان في الاول هيرعيكي باذن الله. بالزبط. المهم ان احنا نطمن عليك وعلى صحتك باذن الله. ربنا يطمن عليك يا حاج هدى. طيب. نرجع دكتور ليه في الاتصالات كانت عجباني جدا.
لكن محمد حضرتك بتقول لي انا شفت يوم العمليه. اه محمد شفت يوم العمليه. ده ايه ده ليه؟ هل كنت معاه تليفون؟ لا لا محمد تقريبا يعني شاف ناس عملت معايا كتير او يعرف ناس فهو من كثر الشيف فكلمني قلت له على التحليل بعتها لي على الواتساب قعدنا نتكلم شويه في التليفون مشيت على نظام غذائي لمده اسبوعين وبعد كده جه يوم العمليه. كان اول مره نشوف بعض. يعني قبلك يلا اتفضل يا محمد. لا مش اتفضل هو كان معايا على التليفون واتساب عشان هو من محافظه ثانيه فلما جه عملت له عمليه وهي المستشفى قريبه من البيت فكنت بكل شيء ازوره لحد ما خرج بالسلامه ثاني يوم وجالي فعلا من يومين نزل حوالي 12 كيلو في 10 ايام. ما شاء الله ده هو عنده اراده يعني هو من قبل العمليه هو مصمم ان هو اصلا كان زهق يعني هو كان زهق كان يقول خلاص انا ما فيش حل داخل بالظبط يعني احدى الناس هي ركبت في دماغه شفتها يوم العمليه بس هو عنده اراده وعاوز يعملها وقاري ومثقف عنها وهيكمل ان شاء الله يا دكتور يعني ان شاء الله تبقى مش اول مره حضرتك تنورنا ان شاء الله كل يوم ثلاثه تبقى معانا نتكلم عن جديد الجراحات.